السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدادي. استعراضنا اليوم لمنتج جدا رائع من شركة سوديو السويدية. المنتج عبارة عن سماعة لاسلكية وأيضا بالسلك، يعني تشتغل عن طريق البلوتوث أو عن طريق الكيبل. السماعة طبعا مزودة بمايك وأيضا تشتغل على جميع أنواع الأجهزة، سواء كان جهازك يدعم الاي او اس زي أجهزة الايفون والايباد والايبود أو أحد أجهزة الأندرويد. خلينا نشوف فتح الصندوق مع بعض وأيضا أهم المميزات وطريقة الشراء والسعر وكل المعلومات اللي تبقاها. لو نجي نتكلم مثلا عن محتويات الكرتون، بداخل محتويات الكرتون هتلاقي اللي هو كتالوج للتعليمات، وايضا عندك اللي هو سلك السماعة لو انت حابب تستخدمها بالكيبل، وايضا سلك الشحن وبطاقة الضمان، وايضا اللي هو اخيرا السماعة. اخيرا من ضمن الهدايا اللي هتحصل عليها عند شرائك للسماعة 4 قواعد لحوامل للفناجين مثلا او الاكواب، تحط عليها الفنجان او الاكواب حافظة للحرارة او للبرودة، تمتصها عشان تحافظ لك على الحرارة. طبعا هي ما لها دخل اي شيء بالسماعة، ولكن الهدية ابو بلاش على قوله بكثر منه. طيب اول شيء بالنسبة لتجربتي لهذه الشركة سوديو، هذه ثالث تجربة لي، يعني استخدمت تقريبا عندهم 3 أنواع من السماعات، هذا كان آخر نوع أنا أستخدمه، يعني 3 أنواع كلها تقريبا جربتها، وحتلاقيها أيضا بصندوق الوصف، يعني بكافة أشكال السماعات اللي أنتجتها هذه الشركة. طيب مبدئيا السماعة تصميمها جدا بسيط، السماعة خفيفة جدا، ما تحس فيها بأي وزن لو أنت لابسها. طبعا تقدر تتحكم اللي هو في عرض أو طول السماعة، يعني على حسب ما تناسب مقاس الرأس بهذا الشكل. وأيضا السماعة ما فيها إلا 3 أزارير تقريبا، 3 أزارير عندك الزر اللي بالأعلى يرفع لك الصوت أو يمشي الصوت، يعني يمشي مثلا الأغنية اللي بعدها أو يجيب الأغنية اللي بعدها. عندك الإزرار الأخير اللي هو العكس تماما، يجيب اللي قبلها أو يوطي الصوت. أما بالنسبة للإزرار اللي بالنص هو لتشغيل السماعة، وأيضا الضغط المطول عليه هو اللي بيربطها مع جهازك عن طريق البلوتوث، سواء كان جهازك آيفون أو آيباد أو آيبود أو حتى جهاز أندرويد. طيب السماعة تشحن تقريبا مدة شحنها من 30 إلى 45 دقيقة، تعطيك 24 ساعة. أيضا السماعة مزودة بمايك، تقدر ترد فيها على المكالمات عادي جدا عن طريق أيضا الإزرار الأوسط، ترد على المكالمة أو تقفل من المكالمة. السماعة تعطيك عزل عن العالم الخارجي، يعني أنا مشغل الآن فيها، لو سامع الصوت، أنا لسه ماني لابس السماعة الآن، بمجرد ألبس السماعة أنا اختفيت عن ما حولي تماما. فالصوت فيها نقي جدا، الصوت يعطيك عزل بالكامل، يعني ما تدري اللي جنبك ايش قاعد يقول. فالناس، في ناس تحب السماعات اللي تدعم العزل، وفي ناس لا، زي سماعة مثل الايربودز من قبل انه لا تسمع، وفي نفس الوقت لما احد يكلمها تكون سامعة معه. ايضا عندنا مدخلين بالسماعة، المدخل الاول هو عشان تشحن فيه السماعة بالسلك اللي جاي معاها، والمدخل الثاني لو انت حابب تستخدم السماعة عن طريق السلك مثلا لو خلصت البطارية عليك، او لو انت حابب تستخدم السلك في اي حال من الاحوال ما انت حابب تستخدمها بشكل لاسلكي. ايضا مميزات السماعة اللي ما قد شفتها صراحة في سماعة ثانية انه هذه تتبدل، يعني هذه تقدر تغيرها بمجرد انك تلف تطلع معك وتعطيك اللي هي هذه التبديلات اللي تيجي معها. طبعا في اشكال والوان من خلال الموقع تقدر تختارها، وبتيجي بشكل مجاني لك 2، يعني شكلين يصير 4 حبات تقدر تختارها وتركبها وتبدل بينهم، غير طبعا الاثنين الاساسية اللي هي جاية بنفس السماعة. السماعة تيجي بلونين، اللون الاسود هذا وايضا اللون الابيض الواضح قدامك. ايضا الشركة سويدية كما ذكرت سابقا، الشركة توصل لجميع انحاء العالم بالذات دول مثلا الخليج او الشرق الاوسط. عندك الشحن المجاني من 4 إلى 5 أيام، ولو تبغى من 2 إلى 3 أيام بيكون تقريبا قيمته 18 ريال. سعر السماعة 369 ريال قبل الخصم، لو حطيت كود الخصم شوف كم كمية الخصم اللي ممكن تيجي معاك. ف
فلو أنت محتاجة رابط الشراء بصندوق الوصف أسفل الفيديو بيحولك على الموقع مباشرة، بتحط كود الشراء وبتعبي بياناتك كاملة. طبعا طريقة الدفع لازم بطاقة ائتمانية أو عن طريق حساب البيبال لو أنت تمتلك حساب في البيبال. في نهاية الفيديو أتمنى أكون أفدتك لو بمعلومة بسيطة. للي يبحث عن سماعة جيدة بسعر مناسب أرشح له هذه السماعة. يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا ملاك سبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.